عندنا الجنازة بتاع الملازم أحمد الشاذلي. شوفوا بس يا جماعة الجنازة وهي بتشق الطريق الزراعي وسط زغاريد الأهالي. يعني شوفوا الناس بتتعامل مع الشهيد إزاي، دي رسالة. وشوفوا حتى الأعداد الضخمة جدا في تشييع جثمان شهيد أنقذ كتيبته بالكامل في إرهابي انتحاري يلف نفسه بحزام ناسف داخل على الكتيبة فأطلق عليه الرصاص وأرضى قتيلا واستشهد الملازم أو أحمد الشاذلي اللي احنا شايفينه. نسمع كده إزاي الناس بتتعامل مع الجنازة بإطلاق الزغاريد. نعم، نحن نزف الشهداء، نتعامل معهم بمنهج التهاني وليس التعازي. تعالوا نشوف قضايانا المختلفة. وزي ما قلت لكم سينا هي عنوان هيعيش معانا في كل قضايانا. اللي عاوز كمان يتصدى للمشاكل والأزمات يجب أن يتصدى لها وهو يضع بطولات سيناء أمام عينيه. يعني كمان نحتاج إلى مسؤولين مقاتلين مثل الذين يقاتلون في سيناء. لما يبقى عندك مشهد وصورة نضال نقية وطاهرة ومشرفة بهذا الشكل، أعتقد أنه كل مسؤول يجب أن يضعها في ذهنه وهو يتعامل مع القضايا والمشاكل والأزمات اللي دايما بنتناولها بحثا عن حلول لها.